أهلا بكم. بداية قبل أن أريكم ميكانيكية التفاف المتجهات، دعونا نستخدم قليلا من الحدس، لذلك سوف أقوم برسم بعدين لحقول المتجهات. يمكنكم استنتاجها في 3 أبعاد، ولكن عندما نستخدم الحدس من الأفضل العمل في بعدين. لازلت لم أعين محور السينات والصادات، هذا محور السينات وهذا محور الصادات، لذلك عندما تكون قيمة الصادات منخفضة فإن متجهنا يذهب في اتجاه محور السينات، وعندما تزداد قليلا فإن المتجه يصبح أطول قليلا. لذا فإننا نلاحظ أننا عندما نغير في محور الصادات ونذهب إلى أعلى فإن المركبة السينية في متجهنا تصبح أكبر وأكبر، وربما هناك في الاتجاه السيني ثابت مهمل في المستوى السيني، أهمية المتجه تبقى ثابتة. لذلك فإن لقيمة معطاة من Y فإن قيمة X قد تبقى ثابتة، أنا أعني في حقول المتجهات قد تظهر. أنا هنا أقوم بافتراض الأرقام، ربما يكون Y تربيع I، لذلك فإن أهمية محور السينات هي في كونه اقتران لقيمة Y، وإذا أصبحت قيمة Y أكبر وأكبر فإن الاتجاه السيني يزداد ويزداد بشكل يتناسب مع مربع قيمة الاتجاه الصادي، لكن لأي قيمة معطاة من X دائما تبقى نفسها، إنها فقط تعتمد على قيمة Y. إذن هنا إذا حصلنا على قيمة أكبر لـ X سوف نحصل على نفس المقدار والاتجاه، وتذكروا دائما أنها مجرد عينة من النقاط. على أي حال هذا يكفي للحصول على فكرة أو تصور عن حقل المتجهات، لكن دعوني أسألكم، إذا أردت أن أفترض أن حقل المتجه هذا يرينا سرعة السائل عند نقاط مختلفة وأنتم تستطيعون رؤية هذا كأنكم تنظرون إلى تدفق نهر مثلا، إذا أخذت مثلا غصن صغير أو أي شيء ووضعته في هذا السائل، دعوني أضعه هنا. الآن سوف أرسم الغصن، لنقول أنني وضعت الغصن هنا، هذا جيد كفاية. ماذا سيحصل للغصن؟ هذه النقطة على الغصن، فإن المياه ستتحرك نحو اليمين، لذلك سوف تدفع هذا الجزء من الغصن نحو اليمين. عند أعلى الغصن فإن المياه سوف تتحرك أيضا إلى اليمين، ربما بسرعة أكبر، لكنها أيضا سوف تقوم بدفع قمة الغصن إلى اليمين، ولكن الجزء العلوي من الغصن سوف يدفع إلى اليمين بشكل أسرع من الجزء الأسفل، أليس كذلك؟ إذن ماذا سوف يحصل؟ إن الغصن سوف يقوم بالدوران. بعد فترة من الزمن فإن الغصن سوف يبدو شيء كهذا، إن أسفل الغصن سوف يتحرك ببطء نحو اليمين، لكن الجزء العلوي يتحرك بسرعة أكبر نحو اليمين، وجميع الأشياء سوف تتحرك إلى اليمين، ولكن سوف يدور الغصن قليلا، وربما بعد فترة وجيزة قد يظهر هكذا، لذلك يمكنكم رؤية هذا الآن. إن قيمة المتجه تزداد في الاتجاه العمودي على اتجاه حركتنا، صحيح؟ هذا مثال بسيط وجميل. كل نقاط المتجهات في الاتجاه السيني، ولكن قيمة المتجه تزداد وتزداد عموديا، إنها تزداد في البعد الصادي. وعندما يحصل هذا، عندما يكون لدينا التدفق ثابت في نفس الاتجاه لكن قد يختلف في المقدار، إن أي جسم هناك سوف يدور. لذا لنفكر بهذا، إذا أخذنا المشتقة
المشتقة الجزئية لهذا المتجه بالنسبة لـ y، سواء كانت تزداد أم تتناقص تغيرت قيمتها، هذا يعني أننا إذا كبرنا قيمة y أو صغرنا قيمة y فإن قيمة المركبة السينية لذلك إذا كان عندنا سرعات مختلفة لمستويات مختلفة من المتجهات في الاتجاه السيني سوف يتغير، وإذا كان لدينا سرعات مختلفة لمستويات مختلفة من واي فإذا كان هناك شيء يتحرك في الاتجاه السيني سوف يقوم بالدوران. إنك تستطيع أن ترى أنه إذا كانت هناك شبكة تحيط بالجسم الموجود في المياه هنا وبشكل نهائي، دعوني أرسم حقل متجه آخر، الوضع النهائي قد يكون إذا كان لدينا هذا الوضع، دعوني أرسم متجه آخر إذا كان لدينا هذا الوضع، ربما في الأسفل هنا مثل هذا وربما مثل هذا وربما يصبح صغيرا وربما يغير الاتجاه وحقل المتجه يصبح هكذا. لذا يمكننا التخيل هنا إن هذا سيكون لليسار بمقدار كبير، إذن إذا وضعنا غصن هنا فنحن نتمنى رؤية الغصن لا يتجه إلى اليمين، هذا الجانب سيتحرك لليسار وهذا الجانب سيتحرك لليمين، سوف يقوم بالدوران وسوف ترون أن هناك محصلة قوى على الغصن. إذن ما هو التصور هنا؟ نحن مهتمون بمقدار تغير المتجه وليس باتجاه الحركة، لكننا مهتمون بمقدار التغير في المتجه عندما نتحرك عموديا على اتجاه الحركة. إذن عندما تعلمنا عن الضرب القياسي والمتجهي تعلمنا أن الضرب القياسي لمتجهين يخبرنا كيف يتحرك المتجهان مع بعضهما، بينما الضرب المتجهي يخبرنا كيف أن التعامد هو نوع من الضرب أو هو نوع من ضرب المركبات العمودية للمتجه. لذلك من الممكن أن يعطيك هذا فكرة عن الالتفاف، لأنه من الضروري عند أخذ قياسات الالتفاف ما هو تأثير الدوران، أو يمكنني التخمين ماذا ستقولون، ما هو التفاف المتجه عند نقطة معطاة، يمكنكم رؤية ذلك، لقد وضعنا الغصن هنا، ماذا حصل للغصن؟ إذا دار الغصن وكان هناك بعض الالتفاف، إذا كان مقدار الدوران أكبر فإن الالتفاف أكبر، وإذا كان الدوران في اتجاه آخر سوف نحصل على الاتجاه السالب للالتفاف. إذن نحن مهتمون بالاتجاه سواء كان بعكس اتجاه عقارب الساعة أو مع اتجاه عقارب الساعة، لذا سوف ننتهي بمقدار المتجه. إذن كل هذا يجب أن نبدأ بإطلاق الأحكام عند هذه النقطة، نحن نتعامل مع هذا المتجه، أو كما تعلمون يمكننا أن نسميه تصور صعب لكنه نوع من التخمين والحدس، بالرغم من أنه ليس له أي معنى عندما أقوم بوصفه هكذا. لك الحق في كتابتها كعامل للمتجه، لكن هذا المتجه استخدمناه كثيرا، إنه المشتقة الجزئية لشيء في اتجاه I زائد المشتقة الجزئية باتجاه J زائد المشتقة الجزئية. حسنا، هذا إذا أردناه بثلاثة أبعاد بالنسبة لـ Z باتجاه K عندما نطبقه في حقل متجهي.
أو قياسي كما تعلمون. مثل اقتران ثلاثي الأبعاد، علينا فقط ضرب هذا بالاقتران القياسي ونحصل على الميل عندما نأخذ الضرب القياسي، عندما نأخذ الضرب القياسي لهذا في حقل متجه نحصل على التباعد للحقل المتجه، وهذا يجب أن يكون بديهي بالنسبة لكم عند هذه النقطة. ربما أنتم بحاجة إلى مراجعة التسجيلات السابقة التي تتحدث عن المقارنة بين الضرب القياسي والضرب المتجه، لأن الضرب القياسي هو كيف يتحرك المتجهان مع بعضهما البعض. إذا عندما نأخذ هذا المتجه ونضربه قياسيا بحقل المتجه، فإننا نقول كيف يتغير حقل المتجه كل المشتقات الجزئية أو المشتقات العادية. إنها فقط معدل التغير، المشتقة الجزئية بالنسبة لـ x هي معدل التغير في الاتجاه السيني x. إذن كل ما نقوله هنا عندما نأخذ الضرب القياسي كيف معدل التغير يزداد في اتجاه أو في الاتجاه الذي نتحرك فيه، كيف معدل التغير في اتجاه y يزداد عندما نتحرك باتجاه y. وهذا مهم لأنه يساعدنا في التباعد، لأنه تذكروا إذا كان هذا متجه وهذا اتجاه x فالمتجه يزداد. لقد أخذنا نقطة صغيرة وقلنا عند هذه النقطة سوف يكون لدينا الخروج أكثر من الدخول، إذا لدينا تباعد إيجابي. هذا مهم لأنه كلما انتقلنا للاتجاه السيني فإن مقدار المتجهات يزداد. إذن التصور الآن، لأننا الآن لا نهتم بمعدل التغير على طول اتجاه المتجه، نحن نهتم بمعدل التغير في مقدار المتجهات العمودية على اتجاه المتجه. لذا الالتفاف يمكننا تخمين أنه يساوي الضرب المتجهي يساوي الضرب المتجه لحقل المتجه وإذا كان هذا ما قادنا إليه تصورنا فسوف يكون صحيح. هذا هو الالتفاف لحقل المتجه، وهذا مقياس لمقدار التفاف المتجه، أو ربما إذا تخيلتم وجود جسم في المجال فكيف يجعل المجال الجسم أن يدور، لأن لدينا مقادير مختلفة للحقل في نفس الاتجاه. على أي حال لا أريد أن أربككم كثيرا، أتمنى أن هذا المثال كان واضحا لكم. في التسجيل القادم سوف أقوم بحساب المتجه، ربما سأحاول رسم مجموعة أكثر لتعطيكم تصور أكثر. أراكم في الفيديو القادم، إلى اللقاء.